متابعين قناة شوف تي في، السلام عليكم في هذا البث المباشر من مدينة تمارا. موضوعنا اليوم موضوع ديال سيمبارك اللي أب لستة ديال الأطفال. سيدنا عطاه كريمة باش يتعاون بها على الوقت، فهاد السيد كرا كريمة لواحد الشخص بقى كيستغلها واحد المدة طويلة. دابا عام وشهرين هاد السيد ما عطا لسيمبارك حتى شي ريال، وسيمبارك الان غيعاود لينا القصه ديالو. سيمبارك عاود لينا كيفاش حتى خديتي الكريمه، وكيفاش كريتيها، وكيفاش كيفاش كنتي كتاخذ الفلوس ديالها في الاول، وعلاش الان عام وشهرين ما خديتيش ريال. اخويا انا سيدنا الله ينصرو عطاني الكريمه باش نعيش بها ولادي، عندي سته د الوليدات وراجل فقير وما كنكسب لها حتى شبر في هذه ارض الوطن. انا كريتها للسيد انا في تماره زعما باش نعاون بها شويه المصاريف ديالي والكرا والضو هذا. تعقط عليا دابا تقريبا عام وشهرين، عييت من العماله بالشكايات كيتوصلوا ما كيردوش عليا، العامل كيتوصل بالشكايات ما كيردش عليا، وانا فقير وبعيد عليا الحال ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. جا سي مبارك قلتي ساكن في النواحي ديال افرانيال. النواحي ديال افرانيال جماعه سيدي عدي سيدي المخفي، والسيد كان صوني عليه ما كيجاوبنيش، كنصيفط له ما كيجاوبنيش، وفي التالي غير باش نحطوا الناس تما في الصوره ونتبعوا الامور نقطه بنقطه. شحال من عام دابا باش خديتي الكريمه؟ وقول خديت الكريمه في 2010. 2010 امتى كريتيها لهذا السيد هذا؟ كريتها له في 2012 كان مع واحد السيد اخر، مع واحد السيد اخر. ذاك السيد عيا منها قال لي ودي عييت، جا دار معايا واحد العقده ديال الفسخ، فسخ معايا وعاود جددت عاوتاني مع هذا السيد هذا. مع هذا السيد هذا؟ هذا السيد هذا قطع عليا، قطع عليا كاع الخلاص في التالي. دابا عام وشهرين ما كيبغي يجاوب، ما كيبغي يصيفط ليا ما والو. قبل ما نوصلوا لهذا سيمبارك كنت كتخلص امورك عاديه؟ كنت كنتخلص، كان كيدخل ليا الفلوس ديالي في الكونت، كان كيدخل ليا في الحساب ديالي. واحد شويه ولا كيتماطل عليا، كيخليني حتى نهار السبت اللي هو السوق عندنا تمايا في المنطقه، وانا راجل محتاج. دابا الا عيط لك بنادم وانت محتاج راه يصيفطهم لك فوفا كاش تهزهم، يصيفطهم لك بنك الشعبي تهزهم، كيصيفط ليا 1500 درهم وكيقطع ليا ديك 50 درهم ديال البنكه. كنقول له ودي الله يرحم لك الوالدين، ها الكونت عندك، الكونت ديالي مازال ليومين هذا راه محلول في البنك الشعبي. والو ما كيبغيش دابا في التالي ما كيبغيش كاع يجاوب، ما كيبغيش يرد عليا ما والو. واخا قلتي انكم درتوا الموعد محدد باش انكم تجددوا بداك النهار، جيتي شنو وقع بداك النهار؟ دابا كنا في 2019 في شهر 11 2019، 120 شهر 11 على 11 في شهر 11 2019، حكموا علينا انا باللجنه بالامانه بالرئيسه ديال العماله، حكموا علينا بالتجديد. داروا معنا الرئيسه دارت معنا 28 في الشهر غنجددوا. انا جيت من مدينه ازرو قلت لهم، قلت لهم ودي انا راه فقير وما عنديش وهذا، قالوا لي صافي نهار 28. حكمات عليه الرئيسه قالت له شوف 28 في الشهر غتجيب لي التواصل ولا غتجيب لي. انا قلت ديك الساعه في 8 فاش داروا لنا المحضر مازال لي شهرين ما تخلصتهاش، قالوا له غير اما جيب التواصل معك اما جيب 1500 درهم في الشهر واجي تجدد مع السيد. انا جيت طالع من مدينه ازرو لهنايا السيد ما كيجاوبش كاع، عييت ما نعيط طلعت للعماله وما يقولوك انا في العماله، ما السيد ما كيستاجبش كاع، ما كيرد عليا. شحال الرقم ديال الطاكسي؟ 127 رقم ديال الطاكسي. طاكسي صغير؟ طاكسي صغير، بتي طاكسي 127 تماره. واخا قلتي لي انك في ديك العشيه ما عندك حتى ريال في جيبك. اقسم بالله الا التليفون اللي بعت باب الشله باش نرجع لولادي، ورجعت بلا تليفون بلا والو، عييت ما نعيط له باغي باش يساعدني. التليفون شحال تساوي؟ والتليفون ساوي تقريبا 900 درهم 150 درهم، والله الا 150 درهم باش نرجع لولادي باش نرجع بسلام. مع داروا معايا 28 في الشهر غتجي غتجدد وغتدي الشهريات ديالك اللي بقاو لك، تدي ديك الشهرين اللي بقات لك. انت اصلا ما بحالك يعني داك ترونسبور قلبتي عليه وجيتي به؟ ما راه سالف، راه حتى اليوم قسما بالله الا سالف، تلفت من ازرو باش غادي نجي لهنا لتماره باش غادي نتواجد معكم في تماره هنايا. راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، راه سبعة ستة دراري والوالدة في عمرها 80 عام والكرا والماء والضو هذا، راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واخا من بعد وقع شي خلاف بيناتكم، كتصل به ما كيجاوبش؟ ما كيجاوبش، كنصيفط له في الواتساب ما كيردش عليا. لدابا ولادي كيبداو يهزوا هكا كفوفهم الله، كنقول له يوسف ها هما الدراري كيدعيو معاك، صيفط لهم غير واحد 1500 درهم باش نديبانيهم. مع انك دابا كتسالوا تقريبا الا جينا نقولوا 1500 درهم في كل شهر، فا
الكفار كتسالوا على الاقل واحد 2 مليون 2 مليون و 40 الف ريال تقريبا 2 مليون كتسالوا ومازال المخالفات عرفتي. دابا انا اشير دابا نقدم راسي للبوليس غيديوني بدوك المخالفات ما كيخلصش دوك البروسيات ديال المخالفات. والطاكسي مازال بسميتي لان الكونترا درناها عرفيه وانا كان انا باغي نجدد باش غادي يخرج من مرايا باش غادي. دابا انت عندك مشكل حتى المخالفات اللي كيدير هو ديال في المدينه هنايا ما كيخلصهم ما كيخلصهمش. دابا هما يمشي لدار الضريبه تلقى المخالفات هكا ديال المخالفات ما كيخلص ما والو. هو كان قال لي كاع واحد الهضره ولكن غير خليه الله وصافي. هو فاش قلت له الله ينصر سيدنا قال لي كاع بقى كيسب بلا ما نقول شي هضرات قالهم. خلينا كاع بعادين على هذا الشيء هذا. واخا انت الرساله ديالك دابا لمن توجهها؟ كنوجهها لجلاله الملك الله ينصره. لان الملك الله ينصرو كيدافع على الفقراء بزاف ولكني مول الكبار كلا الضعيف نيت ما بقاش فيها الهضره. راه واخا تكون ساكن في واحد المحل راه كل نهار كيكون واحد الاحراج راه مول الكرا دابا مولات الكرا الخوادريه ديالي ولكني راه بعض الخطرات كتجي كتلقى الباب هرسوه الدراري مع راك عارف الدراري صغار ولا هادي ولا شي جلي راه كتطلق لك شي هضره راه ما كيسقادلكش باش غتخوي كاع تطلع تسكن في الجبال ولا ما عارفين غتمشي كاع راه خرا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. راه سيدنا عطانا هاد الكريمة باش ناكلوا بها اولادنا. هاد السيد راه دانا كلشي ما خلانا على الله وصافي. وانا راك عارف الوقت وستة الدراري الله يحسن العوار راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ونسال الله ان يدير شي تولد خير. متابعين قناة شوف تيفي سمعتوا القصة ديال السي مبارك وحنا بدورنا كنوجهوا خطابنا ورسالتنا للناس القيمين على هذا الميدان هذا الناس ديال عمالة تسخيرة تمارة باش انهم يوقفوا مع السيد لان الحاله راه باينه وكلامه راكم سمعتوه. فعلى امل اللقاء بكم في قادم الاحداث نستودعكم الله الذي لا شطاء ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.